السلام الله عليكم الزلف الأول، ومرحبا بكم معنا في برنامج بصراحة. سيول بشرية سارت اليوم في ولايات الجزائر ومدنها، وخرج الجزائريون في جمعتهم 48 بمئات الألاف حاملين لافتات وشعارات مناوئة للسلطة، فيما اعتبره متابعون ردا على الخطوات الأخيرة التي تقدمت بها السلطة في الجزائر عبر استدعاء الرئيس عبد المجيد تبون لبعض الشخصيات الوطنية لمحاولة إيجاد مخرج لحلحلة الأزمة. وبالرغم من اتسام المسيرات بسلميتها المعهودة، إلا أنها شهدت قمعا في بعض المناطق واعتقالات خاصة بالعاصمة الجزائرية. ويتساءل متابعون إن كانت السلطة في الجزائر جادة حول دعوتها لحوار شامل، إن كانت تعتبر مرافقة الثورة السلمية بالقمع والاعتقالات وإبقاء سجناء الرأي وراء القضبان ما يعتبرونه هروبا من المطالب الشعبية المنادية إلى تغيير جذري في نظام الحكم في الجزائر ومحاولة للالتفاف على الثورة السلمية وإخمادها. يا صحافة يا سياتين، شو ماش حركة ما زالت العصابة، شو ماش حركة ما زالت العصابة، ونكملوا في هذه السلمية، وين الرقابة الستة قلبية، أمان أمان، زواج البونجي، ونهار الحكم نهار البونجي، إذن هذا كان جزء من الشعارات التي رددها الجموع في العاصمة الجزائرية. دعونا أولا نرحب بالأستاذ حسين جيدل المحلل السياسي والخبير في الانثروبولوجيا من باريس. بعد الترحيب بك أستاذ حسين جيدل، ما رأيك في الشعارات اليوم وفي الأعداد التي نزلت في عدة ولايات جزائرية اليوم؟ تحية لك سي عادل وللإخوة المشاهدين وللأحرار الجزائريين في الجزائر خاصة وفي ربوع العالم عامة. اليوم كذب كل المنجمين السياسيين وكل من راهنوا على خفوت صوت الشعب الجزائري وعلى انكسار عزمه وحزمه وجده في مواصلة ثورة السلمية. الكل اليوم مرة أخرى للمرة الألف الشعب الجزائري يثبت بأنه لا رجوع إلى الوراء، لا تراجع عن استرداد إرادة الشعب، لا تفاوض ولا تحادث ولا تحاور مع هذه السلطة إلا بوجود مناخ من التهدئة، يبدأ أولا بإطلاق صريح جميع المعتقلين السياسيين بما فيهم معتقلو التسعينيات، رفع القيود عن الإعلام، وقف المتابعات والمضايقات، وإعطاء الجزائريين حرية التنقل وحرية التخاطب وحرية التحاور في بلدهم بغير هذا المناخ. في غير هذا المناخ لا يمكن أن يكون هناك أي اتصال حقيقي مع النظام. طبعا هذا لا يمنع من أن يقوم البعض بإجراء اتصالات، ولكن الحراك مستمر، الثورة مستمرة، لا تعني هذا. عندما يقرر النظام أن يستجيب لإرادة الشعب الجزائري ولسلطته فالحراك سيكون موجودا وسيكون في الموعد كما هو كل يوم ثلاثاء وكل يوم جمعة. رأينا عودة الشعارات المنددة بتسلط العسكر، لأن كل أسبوع يمر نرى أن وطأة العسكر تزداد وأن قوى الأمن كلها تخضع لمنطق ولجدل القيادة العسكرية وخاصة المخابرات العسكرية، ولكن الشعب الجزائري الذي لم تثنه السنون الطوال من القمع ومن انعدام الحرية ومن الإهانة التي كان يعيشها يوميا منذ عدة سنوات، لم تثنيه هذه الشرذمة من الجنرالات الذين ليس لهم أي سند شعبي وليس لهم أي تصور وليس لهم أي علاقة بهذه الجزائر سوى علاقة الاستفادة وعلاقة
الدبابة التي جاءت بهم منذ 1962. جميل، سأعود إليك أستاذ حسين جدل. ينضم إلي من الجزائر أستاذ محفوظ بدروني نائب رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد في الجزائر. أستاذ محفوظ، أنت بدورك كنت في المسيرات اليوم بالعاصمة، وقفت على هذه الاعتقالات والقمع الذي لقيه العديد من الجزائريين الذين كانوا موجودين في هذه المسيرات، على رأسهم رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد أستاذ مصطفى عطوي. تم الاعتقال في مسجد الرحمة على ما أظن في الجزائر، هل لا وضعتنا في الصورة؟ رسول الله، شكرا على الاستضافة. فيما يخص ظروف الاعتقال تاع السيد عطوي مصطفى الرئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، في حوالي الساعة 12:20 كان هناك حضور مكثف، حضور أمني مكثف في محيط مسجد الرحمة، وأغلب الناس يعني التحقوا بالمسجد وبقوا يعني داخل المسجد، ولكن اللي كانت فيه يعني اعتقالات في هذا المحيط. وفي أنا كنت دخلت المسجد ولقيت يعني مكالمة هاتفية علمت فيها أن السيد عطوي قد تم اعتقاله في حوالي الساعة 12:30، واستعلمت من خلال الزملاء اللي كانوا معاه يعني في حيث احتقل في محيط المسجد، ومن طرف رجال أمن بالزي المدني ومباشرة إليه وسألوه هل أنت فلان يعني مصطفى؟ قال لهم نعم. فتم اعتقاله يعني، فكانت يعني اعتقال يعني موجه يعني سيبلي ناريساسون سيبلي يعني. أنا يعني كيف تفسر عودة الاعتقالات اليوم؟ نعم، كيف تفسر عودة هذه الاعتقالات يعني؟ هذه هي سياسة السلطة يعني، هي سياسة تقوم على ركيزتين يعني العصا والجزرة يعني، فمن دخل في الصف يعني استقبل بحفاوة وإلى رئاسة الجمهورية، وتم يعني مفاتحته في فيما يخص أجندة السلطة التي تنوي تحقيقها من خلال ما طرحته من إصلاحات. أما الحراك اللي هو يمثل الشعب، مطالب الشعب الحقيقية، فلا يسمع له بل يعني يقمع يعني، وهم يعني من خلال هذه السلسلة المتواصلة في كل يوم جمعة من الاعتقالات، الهدف تاعهم الرئيسي هو إيقاف هذا الحراك وإيقافه وتعطيله وإنهائه. هو يتساءل أحدهم على صفحات الفيسبوك اليوم، يقول هل يوجد تبونين أي رئيسين في الجزائر، أحدهما يحاور والآخر يقمع ويعتقل؟ لا هو هذا الرئيس لا يملك من أمره شيئا، وإنما هو هناك سلطة فعلية في الجزائر هي التي تقرر وتنفذ ما تريد. وبالتالي احنا كان فيه يعني كان قائد الأركان السابق اللي توفاه رحمه الله يعني كانت الناس يظنوا باللي هو كان يقرر، ولكن نفس هو ذهب وبقية نفس السياسة ومقب يعني. فهذه الإجراءات والتدابير التي تتخذها ليست يعني مشروطة ولا بوجود شخص ولا هي بخلال شخص أو أشخاص معينين، وإنما هذا النظام منذ الاستقلال منذ 62 وهو عنده نفس خارطة الطريق، نفس الأدوات، نفس الأساليب المتبعة لتمكين الاستبداد والفساد. يعني هل من أخبار على السيد مصطفى عطوي لحد الساعة؟ نعم. يعني هل من أخبار على السيد مصطفى عطوي يعني؟ لحد الآن احنا نترقب يعني إطلاق صراحه في هذه الساعة المتأخرة من الليل، ولكن احنا إذا كان ما كانش فيه يعني لحد الآن ما تم أي إجراء في حقه، هو دائم يعني لحد هذه الساعة رهن الاعتقال. يعني هل تعلمون المكان الموجود فيه يعني الآن؟ لا لم نخبر به، ولم حتى أهله لم يخبرونا بمكان تواجده، ونحن ننتظر.
انت استاذ محفوظ، انت ذكرت انه يعني كان اعتقال موجه يعني داخل المسجد، ذهبوا اليه مباشره، سالوا عن اسمه وتم اعتقاله. يعني اليوم كذلك وقفنا على ربما التركيز على من يعتبرون يعني واجهة هذا الحراك السلمي، ووقفنا على قمع الطالب الجامعي الملقب بشي جيفارا عبدو الذي يعني تلقى يعني تم الاعتداء عليه يعني حتى فقد وعيه. لماذا التركيز على من ربما يمثلون هذا الحراك؟ هو هذه هي السياسة، حتى يعني لأن هذه الوجوه، هذا النشطاء، هذا الفاعلين في الحراك، هم يريدون من خلال اعتقالهم وإهانتهم وتعذيبهم واعتداء عليهم يعني ترهيب بقية المواطنين البسطاء من 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 المشاركة في الحراك. فإذا كان يعني هما مارسوا وحاولوا يعني وانتهجوا هذه السياسه مع نشطاء ومع وجوه كبرقعة وهو مجاهد كبير وكبير في السن، ولم تفلح. يعني هو كان من وراء ذلك ترهيب بقيه المواطنين، فاذا كان هذا مجاهد فعلنا في هذا الشيء، فما بالك بقيه المواطنين البسطاء؟ وهذه هي رساله، هي رساله موجهه لعامه الشعب، لعامه المواطنين، بأن يمتنعوا وأن يكفوا عن الحضور، أن يرجعوا إلى وعدم المشاركة في هذا الحراك. يعني إذا وما رأيك في تقرب بعض الوجوه السياسية والشخصيات الوطنية وتلبيتهم لاستدعاء الرئيس تبون في إطار إيجاد مخرج لحلحلة الأزمة في الجزائر؟ أنا أعتقد إذا كان يعني هؤلاء الشخصيات ذهبوا وأقروا واعترفوا بأن هذا الرئيس هو رئيس شرعي، فهنا فقدوا كل مصداقية وكل طرح تاعهم، يعني لا يؤخذوا به، لأن الأصل الأزمة في الجنة هو انعدام شرعية النظام منذ 62، هذا نظام غير شرعي، وبالتالي هذه محاولات منه لكسب شرعية ناقصة. هو خلال يعني الانتخابات التي جرت والتي قاطعها معظم الشعب الجزائري، فهي محاولة التساف ل يعني كسب شرعي، وبالتالي احنا نرى انه اصل الأزمة والانسداد الحاصل في الجزائر هو انعدام شرعية النظام، وبالتالي كل حوار، كل نقاش، كل تفاوض يعني يجري بعيدا عن هذه النقطة فهو تخريف وتزييف وتحريف، وبالتالي لابد ان نرد الامور الى مربعه الاول، وهو اصل الازمه، وهي انعدام شرعيه النظام والتي نعاني منها منذ عام 1962. وبالتالي لازم هذه النقطه الاساسيه التي تكون على جدول المفاوضات وعلى جدول الحوار والنقاش بين السلطه وبين اي شخص وبين شخصيه او تنظيم جماعه او حزب او اشخاص او نشطاء وممثل السلطة. جميل، سأعود لك أستاذ محفوظ بدروني. حسين جيدل، هناك من يقول أن قضية التفاوض كما كان يذكر أستاذ محفوظ بدروني فيه يعني تكافؤ القوى، هنا نرى أن النظام لا يبالي كثيرا بهذه المسيرات يوم الثلاثاء ويوم الجمعة، هي محمودة وأعداد كبيرة لكنها غير مؤثرة، وبالتالي فهو يحاول مسايرة الطبقة السياسية التي تقول ويقول الكثير من رؤسائها وقياديها أنهم لهم يعني قاعدة شعبية ولهم الحق في التحاور مع السلطة. ولن قبل إجابة على هذه سعادة، أود أن أندد باعتقال أخينا المناضل مصطفى عطوي الذي أعرفه منذ أكثر من 10 سنوات، عندما بدأت نضالي في 2007 بالكشف عن اختلاسات والنهب الذي تعرضت له الجزائر على يد الوزير السابق شريف الرحماني، تعرضت بهؤلاء المناضلين هو وحليم فدال وسي محفوظ بدروني، والتقيت بهذا الرجل الخلوق في 2013 أنا في باريس، ولذا أعلمني أهله
ساعه بعد اعتقاله بما وقع له. طبعا بمحاوله تكميم افواه مثل فم خونا مصطفى عطوي، يريدون ان يخفتوا صوتين، اولا صوت الرجل المناضل من اجل الجزائر، وصوت الرجل المناضل ضد الفساد وضد النهب. فقبل الحراك كان في الحراك وكان مناضلا، فعندما يقمع هذا الرجل ويعتقل بهذه الطريقة فإنهم يريدون أن يسكتوا كل صوت حر. لذا نندد بذلك، نحن ننتظر، إن لم يطلق سراحه سنقوم بما ينبغي له، ينبغي فعله مع المنظمات الحقوقية الدولية ابتداء من غد إن شاء الله. عودة للسؤال، نعم، قضية الذين يحاورون النظام. شوف، هناك نوعان من الناس، هناك من ذهبوا ليبحثوا لهم عن موقع مع النظام، وهؤلاء يباركون مهزلة النظام أو ما يسمى بمسرحية الحوار، وهناك من ذهبوا لأن ما تعيشه الجزائر من مخاطر ومن مهالك دعتهم إلى أن يستمعوا إلى الواجهة الجديدة للعسكر. هل هذه الواجهة الجديدة اللي هي تبون، هل كلفت من العسكر أو على الأقل بجناح من العسكر بمحاولة بلورة تصور يستجيب لمطالب الشعب أم لا؟ وفي هذا الإطار يندرج لقاء حمروش وبن بيتور وأحمد طالب الإبراهيمي. يعني هم كانوا يريدون التأكد بعد موت قائد الأركان السابق أن العسكر قد غير من ذهنيته ويريد الحوار الجاد وتسليم السلطة والذهاب إلى دولة مدنية. نعم، لا، هم يريدون أن يدركوا، هم الكل يعرف وبما فيها العسكر وبما فيها الدول الأجنبية أن القيد صالح كان يمثل النواة الصلبة التي ترفض أي تزحزح عن المغامرة التي زج بها بالقيادة العسكرية والجزائر. إذن ذهب هذا الذي يرفض أي اعتراف بسلطة الشعب. هل هناك استمرار لدى القيادة العسكرية في هذا النهج، أم أن القيادة العسكرية أدركت المخاطر وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتوقف هذا الحراك ولا يمكن إفراغ الشارع؟ لقد جرب القيد صالح كل الوصفات بما فيها وصف تقسيم الجزائر، بما فيها تقسيم الجزائر بإثارة الفتنة بين العرب وبين القبائل وبين المزاب وبين الإسلاميين وغير الإسلاميين والبديسيين والنوفمبريين. جرب كل شيء وكان مستعدا إلى أن يذهب إلى شرخ الجزائر، شرخ الجزائر، من أجل أن يبقى هو في الحكم وتبقى هذه الشرذمة من الجنرالات في الحكم. ربما أنت ذكرت طالب الإبراهيمي، ذكرت بن بيتور، ذكرت حمروش، وذكرت رحابي، ربما لم يدلوا بأي تصريحات عقب يعني التقائهم برئيس الجمهورية عبد العزيز تبون، لكن تصريح جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد في إطار إجراءات التهدئة كان يعني مثير لبعض التساؤلات. جاء على لسان سفيان جلالي أن تبون يريد البقاء في إطار الدستوري، وهؤلاء المحكومين والمسجونين على القضاء أن يتخذ الإجراءات القانونية، يبقى دائما في إطار الدستور. نحن نعود إلى قضية كريم يونس الذي لم ينجح حواره بسبب هذه الإجراءات، إجراءات التهدئة التي لم تحترم. اليوم يعني ماذا تغير بما أن إجراءات التهدئة لم تدخل حيز التنفيذ؟ يعني أولا نقول فقط بأنه الانتخابات التي أسقطها الشعب يوم 12 ديسمبر وكل الوصفات والمغامرات التي نفذتها القيادة العسكرية لم تأتي بشيء. هاكم جبتوا واجهة مدنية اسمها تبون، هل أفرغ الشارع؟ هل تخلى الشعب الجزائري عن مطالبه؟ هل تم كسر الحراك؟ بالعكس، تأكدت وحدة الشعب، تأكد حزمه وعزمه،
وعمل كل يوم، كل جمعة، كل يوم يقوم الحراك بغربلة من يتصدرون المشهد ومن يحاولون أن يركبوا الموجة. سفيان جلالي صرح بما بذلك، لكن أنا يعني لا أدري ما هي نية سفيان جلالي العقرانيات، ولكن ماضي سفيان جلالي لا يعطيني كثير من الطمأنينة، لأن الرجل ليست له قاعدة كبيرة. يعني ربما لا نعود إلى قضية الماضي، ورأينا حتى في أوروبا تغيير وجهة الأحزاب ورؤساء الأحزاب وعودتهم إلى الإطار الشعبي. رأينا حتى إيطاليا التي كانت في حضن النازية وعادت إلى الديمقراطية. يعني ربما لا نتحدث عن أقول فقط أن سفيان جلالي كثيرا ما يبدي تفاؤلا في غير محله، ويعطي تطمينات في غير محلها. يعني عندما قال باللي تبون، قال لي نعم ممكن تبون، يقول لك نعم تبون يلعب دوره، يحاول أن يجد له مكانا، أن يجد له اسما، يحاول أن يكتب الحرف الأول من كلمة رئيس عن طريق هذه التصريحات والتي يقولها لسفيان جلالي ولغير سفيان جلالي. ولكن الواقع يكذب ذلك، الواقع يكذب ذلك. ازداد القمع، ازداد الغلق الإعلامي مع التوجيهات التي أعطتها رئاسة الجمهورية للقنوات، ازداد المضايقات الشعب الجزائري بعد البلطجية هناك. الآن البلطجة تمارسها قوى الأمن، تمارس البلطجة التي هي في الأصل تأخذ أموال الشعب الجزائري لتحمي الشعب الجزائري، هي أول من يعتدي بطرق وحشية على الشعب الجزائري وأبناء الشعب الجزائري. إذن تصريحات سفيان جلالي متفائلة كثيرا وتبعث على الاطمئنان الزائد، وهذا دوره هو كسياسي. يعني إذا لم نتحدث عن سفيان جلالي، نتحدث عن تصريحات تبون الذي يقول أن سنبقى في إطار الدستوري والقضاء سيأخذ مجراه. ما بال هؤلاء الذين أطلق سراحهم، أكثر من 70 سجين أطلق سراحهم قبل 3 أسابيع، يعني منهم من حكم ومنهم لم يحاكم. ولماذا الكيل بمكيالين؟ لماذا لا يطلق سراح كريم طابوب ومالا فراسي وغيرهم؟ يعني نعم، هذا هو التخبط الذي يعيشه النظام الجزائري منذ عدة سنوات. الأوامر التي تعطى العدالة هي أوامر متناقضة، تأتي من جهات نافذة ولكنها ليست لها نفس الاستراتيجية ونفس الأهداف. فهناك من أطلق سراحه رغم صدور ما يسمى بحكم نهائي، وهناك من لم يصدر إلى اليوم في حقهم أي حكم ولم يطلق سراحهم، مثل كريم طابو وفوضي بومالا وسمير بن عربي فرساوي وإلى آخر نعم لم يصدر إلى حد الآن. الآن كل يوم يتم اعتقال، يطلق شخص أو شخصان ويعتقل 10 أو أكثر من ذلك. هذه استراتيجية النظام، محاولة إرسال رسالتين متناقضتين لإرباك الحراك. هناك من سيخاف لأنه يقول يحاولون على الأقل أن يثنوا جزءا من المواطنين على المشاركة بقوة في يوم الجمعة ويوم الثلاثاء بهذه الاعتقالات، وفي نفس الوقت يوهمون بعض الناس بأن هذا تبون له من السلطة وله من النية ما يذهب في اتجاه الحراك، وعلى هذا لابد من التريث والقبول بمسرحياته وبما فتحه ما سماه هو بورشات، يحاول من خلالها أن يجد له موقعا وهو ليست له أي شرعية، محاصر من الداخل، مقاطع من الخارج، يرفضه الشعب، ليست له علاقات مع الخارج بدليل أنه لم يحضر ترسيمه أي دولة ولو على مستوى سفير، لم يحضر لجنازة القايد صالح أي مسؤول أجنبي. هذا النظام يقاطعه الأجانب، يحاصره الشعب، يفتقد للتصور، صراعات بداخله على هرم السلطة في القيادة العسكرية وفي بقية أجنحة مركبات النظام،
إذا هذا الشعب، هذا النظام إلى أين يتجه؟ هو يحاول إلى آخر لحظة أن يتمسك بوهم إفراغ الشارع. إذا لم يستطع إفراغ الشارع فإنه يحاول أن يجعل من وهمه حقيقة. هما رامي يحطوا في تصور وهمي ويحاولوا باش يمنوه. إذا كان الآن أنت تحب تتكلم مع هذه الأحزاب السياسية ولا هذو الشخصيات اللي استدعيتهم، يروح فرغ الشارع، اهدر مع نفسك. هؤلاء ليس لهم أي، إذا كان رموز الحراك، رموز الحراك وليس ممثلوه، إذا كان رموز الحراك كريم طابو وأبو مالا وغيرهم سجنوهم لم يفرغ الشارع، وسجنوهم لم يثني جزائريين، فكيف بأحزاب لا علاقة لها بالحراك وليس لها علاقة بالحراك؟ هل هذه هي التي ستفرغ الشارع وتعيد الطمأنينة للجزائريين فيقبل الجزائريون بهذا الرئيس المعين؟ لا، إذن النظام يتمسك بوهم ليس له بحل، إما أن يخضع لسلطة الشعب وإما أن يذهب في مغامرته إلى أبعد الحدود، فهو يتمسك إلى آخر لحظة. وربما هذا الذي يفسر أنه فتح قنوات مع شخصيات جادة كخطباء أو خطة يحاول جناح من القيادة العسكرية أن يقنع بقية مركبات القيادة العسكرية التي ترفض إلى الآن الذهاب إلى تهدئة والاستجابة لمطالب الشعب. إذن هم يحاولون كل الوصفات حتى ولو كانت متناقضة. جميل. ولكن كل جمعة الشعب يثبت أنهم مخطئون خاطئون، لأنهم لم يفهموا يوما هذا الشعب ولن يفهموه إلا بانسحابهم من السلطة. جميل، سأعود إليك أستاذ حسين جديل. أستاذ محفوظ بدروني، أستاذ حسين جديل يتحدث عن ارتباك في السلطة، لاحظنا هذا الارتباك في قضية يعني الاعتقالات التي طالت مواطنين وكذلك رؤساء جمعية تمثال مصطفى عطوي، والأكثر يعني جدلا سمعنا باعتقال رئيس بلدية سوق الاثنين بجاية، لا نعلم ما هي التهم الموجهة إليه، لكن نعرف أن معظم بلديات منطقة القبائل رفضوا تعليق صورة الرئيس الجديد في مكاتبهم وفي بلديتهم، رغم يعني محاولة السلطة ربما استدراج وتبني قضية الأمازيغية حتى أنها احتفلت وقدم الرئيس التهاني بعد بأن كانت يعني محل خصام لسلطة الأمر الواقع في الجزائر. أستاذ محفوظ، ما هو السؤال؟ سؤال بالضبط. السؤال يعني نتحدث عن هذا الارتباك، لماذا تذهب إلى اعتقال هؤلاء الممثلين، ممثلي الشعب المنتخبين وممثلي السلطة في الأخير؟ يعني هما يعني مرتبط السلطة الحالية مرتبطة لأنها ليست على توافق تام بين كل أجنحتها، وبالتالي هي في تخبط، في ارتباك، في عدم وضوح الرؤية إلى أين يسيرون. ليس لهم أدنى يعني وضوح، أدنى خطة، أدنى برنامج يسيرون عليه، وبالتالي يخبطون خبط عشواء، يضربون هنا ويضربون هناك وينفتحون مع هنا مع أناس يتنازلون عن ويتراجعون عن بعض المسلمات ولا بعض السياسات التي كانوا ينتجونها مثل معاداة وشيطنة منطقة القبائل ثم التراجع عنها. فهذا كله يدل إن دل على شيء إنما يدل على تخبط تام وعدم يعني بناء سياسة على أسس سليمة، بناء سياسة يعني سياسة راشدة تقود البلاد إلى بر الأمان. هما الهدف الأساسي لهذه المنظومة الحكم هو البقاء في السلطة إلى أطول مدة ممكنة، وإكمال سياسة القرب المحروقة التي بدأوها منذ يعني استولوا على السلطة بغير إرادة من الشعب الجزائري في صائفة من عام 1962. يعني استولوا على السلطة بالدبابة. هذا ربما يعيدنا إلى طرح
رئيس حزب جيل جديد، بما أنه الوحيد الذي صرح بعد اللقاء وأخرج بيان، الحزب أخرج بيان بعد لقائه بتبون يتحدث عن مساعدة النظام في الرحيل. هناك من يتفق مع هذا الطرح، بما أن الحراك لديه يومين الجمعة والثلاثاء، وكما قلنا هذه المسيرات محمودة وفيها أعداد غفيرة، لكنها لا تؤثر عن يعني مجريات ما تقوم به السلطة اليوم. لا بالعكس، هذا الحراك يؤثر تأثيرا عميقا في منظومة الحق، وبالتالي فلماذا يلجؤون إلى مثل هذه الاعتقالات وهذه التضييقات وهذا الغلق الإعلامي وهذه الاحتكار وهذا التسلط؟ وبالتالي لو عندهم نوع من المصداقية ونوع من الثقة في النفس لانفتحوا المجتمع وعلى الإعلام و أطلقوا صراح جميع المعتقلين و كفوا عن سياسة التضييق والقمع يعني. وبالتالي يعني أي دولة تحلم بهذا الشعب، شعب مثل الشعب الجزائري الذي برهن قرابة العام على توحده وعلى نضاله وعلى سلميته؟ ماذا تخشى سلطة الأمر الواقع من هذا الشعب؟ لماذا تخشى الذهاب إلى حوار جاد وبالإجراءات التهدئة؟ ما الذي تخشاه؟ هو كما قلت في بداية مداخلتي، هو أن أصل الأزمة هو انعدام شرعية نظام الحكم، السلطة القائمة، وهذا منذ 62. وبالتالي إذا السلطة هذه ذهبت إلى الحوار ستطرح هذه المسألة الرئيسية التي هي يعني تشمل في قياتها كل الأزمات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والتسيير الإداري والقضاء والعلاقات الدولية وغير ذلك، وما كانت الجزائر في الخارج، هذه كلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بقضية أساسية وهي انعدام شرعية السلطة. وبالتالي السلطة تخشى من حوار جاد، تخشى من تفاوض جاد حول هذه النقطة، لأنها تعرف معرفة تامة كاملة وشاملة بأنها إذا كان رحنا إلى هذه الحوار حول هذه النقطة سيؤدي حتما إلى زوال هذه السلطة ورموزها وأحزابها وجمعياتها وممثليها وشخصياتها ومنظومتها القانونية والأمنية والدستورية وغير ذلك. بالتالي فهي تعلم علم اليقين ان 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 ما يطالب به الشعب هو هذا هو الرجوع الى الشرعيه الشعبيه، وهذا هو مربط الفرس، وهذا هو اصل الازمه. وبالتالي فهي تريد دائما الالتفاف على حول هذا الموضوع وحول هذه النقطه الاساسيه التي تشكل اصل الازمه في الجزائر. وبالتالي نحن نطالب كل من يريد ان يتحاور مع السلطه أن يرجعها وأن يذكرها وأن يحدد بدقة أن أمامها هذه القضية وهي انعدام شرعية نظام الحكم والسلطة القائمة، وهذا منذ 62. وبالتالي فكل الدساتير التي وضعت وكل القوانين التي وضعت هي باطلة، لا أساس لها، لا شرعية لها، وبالتالي فبني على باطل. وكل الانتخابات التي تمت في الجزائر فهي مزورة باستثناء الانتخابات التي كانت في 91. وبالتالي لابد اللي كان عنده الشجاعة باش يمشي إلى التحاور لابد أن يسير هذه النقطة ويجبر السلطة أن تتكلم وأن تتحدث وأن تحاور فقط على حول هذه النقطة الرئيسية. وبالتالي كل المشاكل الأخرى وكل القضايا الأخرى ستؤجل إلى ما بعد إيجاد يعني إطار شامل للحوار حول وتدريجي حول يعني انتقال السلطة من العسكر ومن هذه الواجهة المدنية المعينة
الى من يرضى عنهم الشعب الجزائري. نشكرك جزيل الشكر استاذ محفوظ بدروني نائب رئيس الجمعيه الوطنيه لمكافحه الفساد، كلمتنا من الجزائر، ونتمنى الافراج العاجل على الرئيس الجمعيه الاستاذ مصطفى عطوي في اقرب الاجل. شكرا جزيلا لك. ينضم الينا من الجزائر استاذ رزقي القلي الناشط والمدون. الترحيب بك سي رزقي، انت كنت مدير صفحه اونتيشيتا 123 اونتيشيتا، يعني وكان تم غلق هذه الصفحه واعتقالك في 2017 لما اظن. اليوم كان في اعتقالات في صفوف الصحفيين كذلك، هناك صحفي تم اعتقاله وعدد يعني عشرات من المواطنين خاصه في العاصمه، على ما ينم هذا؟ اولا نحييكم ونحيي كل الاحرار في الداخل والخارج. قبل أن أجيبك على السؤال الأستاذ عادل، يعني بداية أريد أن أشير إلى الندوة الوطنية التي ستعقد غدا بمقر حزب الأففاس، والتي تطالب بإطلاق سراح سجناء السياسيين أو سجناء التسعينات، وهذا يعني يعتبر أكبر انتصار للحراك. يعني ندوة تقام في مقر حزب الأففاس تطالب بإطلاق صراح سجناء الفيس، يعني كان هذا اكبر رد واحسن رد للامانه. فقط للامانه، مقر حزب الأففاس كان دائما هو مقر عائلات سجناء المختطفين وسجناء السياسيين في التسعينات، وكما قلت يعني هذه الندوة التي ستعقد غدا هي ضرب كذلك لكل من يشكك في وحدة الجزائريين. بارك الله فيك الأخ عادل، ولو أنا فقط أريد أن يعني أردت أن أشير إلى قضية أنه الحراك يعني بدأ انطلق في 22 فبراير، ولكن التحضير له كان منذ سنوات، وهذا ثمرة من ثمار الحراك هذا. على كل حال الجواب على السؤال تاعك، قضية الاعتقال للنشطاء والمدونين يعني بدأت السياسة هذه بدأت مع، أعتقد أنه بدأت مع الغضب الشعبي بعد ترشح بوتفليقة للعهد الثالثة، وكان هذاك الوقت يعني الصفحات تقريبا كامل عارض الترشح تاعو، وكان يعني المعارضة زادت بشدة وبحدة في ترشحه للعهد الرابعة وهو مريض. يعني في هذاك الوقت أعطوا أوامر للبوليس باعتقال كل المدونين وإغلاق الصفحات الكبرى، وبدأت حرب شرسة علينا. أنا شخصيا كنت مدون في قناه في صفحه المنظمه الجزائريه لمناهضه الشيتا وشياتيا اونتي شيتا، ايوه اعتقلونا في 2017 رفقه الاخ مروان من البرج، يعني قعدنا تقريبا مده تاع اسبوع، يعني اسئله متعلقه دائما بقضيه المعارضه، رغم اننا في الصفحه تاعنا غطينا الاحتجاجات تاع الشرطة. يعني أنا شخصيا كنت نمشي في لوطورود بالكاميرا ونصور الاحتجاجات تاع الشرطة في خريف 2014، ورغم ذلك اعتقلونا ويعني ومارسوا معنا سياسة، يعني شو نقول لك، احنا سياسة ترهيب وسياسة تخويف، ولكن يعني بدون نتيجة. بدليل احنا مازلنا بقينا كمدونين، ويعني والحمد لله الان كنا بالك هذاك الوقت يعني بضع صفحات يعني تعد على الاصابع، الان راهي مئات الصفحات ان لم اقل الالاف من الصفحات اللي راهي تعارض في هذا الطغمه في هذه العصابه. ما رايك استاذ رزقي يعني في من يقولون ان هذه ربما نتكلموا على الشعارات أثارت حفيظة رجال الأمن، شعارات المناوئة للسلطة، ويقولون أنها كانت مسيئة لأفراد الجيش ومسيئة لأفراد السلطة هي التي أثارت حفيظتهم وما جعل هذه الاعتقالات العشوائية والقمع؟ شوف أخي عادل، نعم، الشرطي هو أصلا مهيئ نفسيا
مهيئ نفسيا، يعني راح يدوز على مؤسسات واطباء نفسانيين قبل ما يعطيه يعني السلاح نتاعو، قبل ما يعطيه العصا نتاعو، يكون مهيئ نفسيا لهذه الظروف هذه. والا علاش نسموها شرطه مكافحه الشغب وشرطه مكافحه القمع ولا ما على باليش ولا، يعني اصلا هذه الشرطه هذه يسمعوا قصات في الملاعب اللي انا شخصيا ما نقدرش نسمعها، يسمعوا خما جوزنيهم في الملاعب. يعني علاش ما يعتقلوش الناس اللي يكونوا يسبوهم في الملاعب ولا يعايروهم في الملاعب ولا. انا قلت لك الشرطي الاصل في الشرطي انه يكون مهيئ حتى في العنف، حتى العنف، وهو مطالب انه لا يمارس العنف. في الدول المتطوره فرنسا يحرقوا لهم الشغل، يحرقوا لهم العربات نتاعهم، راهم يضربوهم يضربوا معهم. صح، رغم ذلك الشرطه لا تمارس العنف المفرط في حق المتظاهرين وفي حق الشعب، لانه الشعب في نهايه المطاف راه يطالب حقه. يعني اذا قارنا بمظاهرات الفرنسيه، الشعب الجزائري يعني فيه سلميه يعني خارقه للعاده، في سلميه نستطيع ان نقول انها تاريخيه، يعني لم تقف في الجزائر او لم يقف العالم على سلميه مماثله قرابه السنه والجزائري ينظف شارعه بعد الحرق. يا اخي عادل، يعاب على الشعب، يعاب على الشعب اذا استعمل العنف، اذا استعمل العنف. اما اذا استعمل السب والشتم وكذا وكذا، قلت لك هذه امور عاده الشرطه تكون مدرب عليها. اما قضيه الجيش، الشعب ما هوش يسب في الجيش. انا مشيت تقريبا كل الجمعات وبعض الثلاثاء اللي مشيتها كذلك مع الطلبه، الشعب ما هوش يسب في الجيش، في الجيش الشعب راهو يسب في الناس اللي تسبوا في الازمه الجزائريه، واللي راهم الان جنرالات في الجيش حبوا ولا يكرهوا. الشعب ما هوش ضد الجيش كمؤسسة، الشعب راهو ضد أفراد من الجيش استعملوا المؤسسة، مؤسسة الجيش، يعني من أجل مكاسب سياسية ومن أجل الأموال ومن أجل ثروات. إذن ما هي قراءتك لرئيس يحاور في يعني من جهة يحاور ومن جهة قمع واعتقالات؟ هناك من طرح سؤال هل يوجد رئيسين في الجزائر؟ هو لا يوجد رئيسين، توجد واجهة لرئيس، واجهة مدنية، وتوجد مؤسسة خلفية لراي تحكم البلاد هذه من 62، وهذا أمر معروف. وأنا أقول لك باللي الحيل يعني الشعب الجزائري أول مرة في تاريخ الجزائر يصيب الهدف ويوجه السهام تاعو إلى رأس المشكلة في الجزائر. لأنه لا تذكر الأخ عادل أنه في 92 في التسعينات الشعب خرج المسمار شحال لازم يتنحى، وشاد لي برا وحمروش برا، وهذه كانت واجهه مدنيه. والشعب هذاك الوقت نسى الواجهه الخلفيه، يعني كان الشعب الاولى منه، الاولى ليه ان يقول بالخير برا، توفيق برا، عماري برا، لجينيرو على فوتبال هذاك الوقت. لو كان رفعنا هذاك الوقت هذاك الشعار هذاك وخلينا الواجهه المدنيه، لانه في نهايه المطاف انا والله انا تبون هذا ما يهمنيش، لانه لا حدث، انا بالنسبه لي لا حدث. بدليل الانتخابات، كل الانتخابات السابقه جابوا ملاحظين دوليين، هذه الانتخابات خافوا يجيبوا ملاحظين دوليين لانه الشعب كان برا والشعب رفض الانتخابات نتاعهم، لان هذا تبونهم دايرين واجهه مدنيه. يعني مع هذا يعني جات بعض الصحافه العالميه ولاحظنا ما كتبت على سبيل المثال الصحيفه الالمانيه حين قالت ان يجب تقديم جائزة نوبل للتزوير للنظام الجزائري. كنت أريد أن أسألك على قضية العسكر والحكم، حكم العسكر في الجزائر. هل اليوم الشعب الجزائري وقف على ضمير مستتر تقديره العسكر، بما أنه لا يوجد وزارة الدفاع في الجزائر، وهذه كذلك سابقة تاريخية في تاريخ استقلال الجزائر؟ الوزارة الدفاع غير موجودة كاسم فقط، أما كمؤسسة فهي موجودة. فهمت الأخ عادل؟ يعني المؤسسة اللي راهي تحكم في البلاد مازالها تحكم في البلاد، وشنو يعني اختلفت فقط الألقاب؟ هذا ما كان، فهمت؟
اللي كان وزير دفاع ولا زور نائب وزير دفاع، واللي كان نائب وزير دفاع ولا قائد اركان، اختلفت فقط الالقاب. وحنا هذه الالقاب هذه ما تهمناش، حنا ما تهمناش هذه الالقاب، لانه بعد التنصيب تبون خرج لنا شنقريحه وخاطبنا بنفس خطاب القايد، يعني وقال لنا يعني وكانه قال لنا باللي الامور حتمشي كما كانت، وبدليل القمع اللي كان، حتى والله حتى انا نلاحظ يعني في الجمعات الاخرى القمع اللي كان في وقت يعني اللي راه في وقت تبون الان يعني اكثر من القمع اللي كان في وقت بن صالح، والله غير اكثر، غير العاصمه حاصروها كامل، البلد المركزي غلقوه كامل تحت ثقافة، وإن كانوا يتلاقاو الأساتذة والدكاترة يتلاقاو فيها ويتناقشوا ويتبادلوا أطراف الحديث وغلقوها عليهم. الطرق السمانة اللي فاتت الطريق تاع نتاع الناسيونال البلد المركزي قسموه لنا على زوج ولينا نمشيو في كولوار، فهمت يعني؟ وهذا هذا دليل على أنه نفس النظام، يعني النظام العسكري اللي راه يحكم 62 هو اللي جابوا تفلقة وحكم بها 20 سنة وفسدوا بها البلاد وسرقوا بها 1000 مليار، نفس النظام زال متواجد الى يومنا هذا وما تغير حتى شيء وما تبدل حتى شيء. يعني ما هو مستقبل الثوره السلميه في الجزائر؟ يعني الثوره، شوف يا اخي عادل، ولازم نكونوا يعني عقلانيين، هكذا نظام اللي 62 هو يحكم البلاد حتى ليومنا هذا، هل يعقل اننا نحيوه في 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 سنه؟ انا نقدر نقول لك بلي نقدر نضربوا معاهم عام واحد اخر وما نتقلقوش، وما دام رانا سلميين وما دام رانا منظمين وما دام رانا موحدين ما نتقلقوش، نكملوا في النضال نتاعنا السلمي عادي، ونطالبوا باطلاق سراح المساجين تاعنا، ونحاولوا انه الكوادر تاعنا كوادر راك راهي معروفه، اسماء معروفه، اسماء اللي راهي معروفه بالخطاب نتاعها ومعروفه بالنضال نتاعها قبل الحراك وبعد الحراك. نشكرك جزيل الشكر. نكملوا في النضال نتاعنا ونصبروا. نعم، الله يبارك فيك استاذ رزقي القلي الناشط والمدون، كلمتنا من الجزائر. مشاهدينا الافاضل، خلينا نتابعوا فيديو صور اليوم بالجزائر لعمي ابو جمعه ورايه في الحوار. حوار، نحن لا نرفض الحوار، لكن الحوار من اجل الحوار مرفوض، هو مضيعة للوقت. فالحوار الذي لا يحقق ما يتطلع إليه الجزائري فهو حوار في الحقيقة إلهاء المجتمع الجزائري. فنقول لرئيس الجمهورية، إن كنت صادقا فعلا كما تقول ما عليك إلا أن تشرع في تحقيق مطالب هذه الأمة، والأمة كلها معك بإذن الله تعالى وواقفة إلى جنبك، لن تتخلى عليك ما دمت يعني لم تتخلى عنها. اما اذا اردت ان تحاول من اجل افراغ الحراك من قواه فنقول له نحن باقين مهما كلفنا ذلك باذن الله تعالى، لان هذه هي امانه الشهيد. واقول للجزائر مشروعين لا ثالث لهما، مشروع الشهيد ومشروع الخائن. من اراد ان يتموقع مع مشروع الشهيد فهو معروف وواضح كل وضوح، فالحرية ثم الحرية. من أراد أن يتموقع مع مشروع العميل فالعميل في الحق هو كالورقة تحركها الرياح يمينا وشمالا، لا قيمة له، لا مكان للخونة للعملاء في الجزائر. حان وقت الرجال، وحان وقت الكرامة، وقت الحرية. ينبغي للجزائر أن تأخذ مكانتها، ينبغي أن الجزائر أن تأخذ مكانتها بهؤلاء الأبطال. الجزائر أنجبت أبطالا في الماضي وقد أنجبت في أيامنا هذه، وستبقى الجزائر تنجب إلى يوم الدين. تبقى هذه البلد الجزائر تبقى واقفة جارة لا مجرورة بإذن الله تعالى. ومن يريد أن يريد الجزائر أن تبقى مجرورة أي لا قيمة لها، فهذا قل لها أنت لا قيمة لك ولا مكان لك في الجزائر. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. حوار. عودة إلى أستاذ حسين جيد. أستاذ حسين، كنت أريد أن أحدثك عن الإعلام في الجزائر، أخذ حصة الأسد اليوم بالشعارات والهتافات في الشارع مناوئين لهذا الإعلام، ونتحدث عن هذا الاجتماع الذي تنوي سلطة الأمر الواقع إجراه مع مديري مؤسسات الإعلامية في الجزائر. ألا يذكرنا
باجتماع غزالي مع مديري المؤسسات الإعلامية في التسعينات؟ يمكن الأمور تتشابه كثيرا، نفس المنطق ونفس الوصفات. الإمام الرسالي ما عندهمش تبون هذا، والعسكر الذين جاءوا به ورقتهم الحالية الآن لنفتح ما يسمى بورشات، لنوهم الناس ونحاول أن نوهم الخارج وخاصة الخارج بأننا نسيطر على الوضع، وأننا تركنا الشرعية، حلينا مشكلة الشرعية، لأننا ننظر إلى المستقبل وأننا سنقوم بإصلاحات، ومعنى ذلك أن الدستور يمشي والمؤسسات تمشي والجزائر تمشي. يعني وش معناه؟ معناه محاولة إعطاء صورة تغالب صورة الشعب الجزائري الموجود في الشوارع، الذي يرفض يرسل صورة أخرى للعالم بأن هذا النظام غير موجود، لا يسيطر على الشارع ولا يسيطر على المؤسسات، بدليل التناقض الموجود في القرارات سواء على مستوى العدالة أو على مستوى الإدارة أو على مستوى الوزارات. هذا النظام الذي يحاصره الشعب إعلاميا ويحاصره باستيلائه على الفضاء العام شهر حوالي أكثر من عام. يعني هل نستطيع أن نقول أستاذ حسين جيدل أن الثورة السلمية في الجزائر ارتقت إلى مستوى التفاوض مع السلطة، أم أن من يملي ربما أحكامه هو صاحب القوة وصاحب الدبابة في الأخير؟ أصحاب الدبابة لحد الآن لم يملوا القهوة القوة، بدليل أنهم فشلوا في إجراء الانتخابات. الانتخابات أسقطها الشعب الجزائري، العالم كله أجمع بأنه لم تقع هناك انتخابات. أين هي القوة؟ أين قوة الدبابة؟ الدبابة قوتها الآن هي في مقارعة الشعب الجزائري، مقارعة الشعب الجزائري الذي ينتهج سلمية، وهذه الدبابة لا تعرف إلا العنف والتقتيل والقهر. هذا ما تدركه، هذا اللي يعرفه العسكر. العسكر ما يعرفوش حاجة أخرى. العسكر لم يبنوا دولة، العسكر ليس لهم تصور سياسي، وعلى هذا الأساس اللي راه يقول باللي انفرضوا علينا. دائما نسمع عند الناس هنا وهناك يقول لك جابوا رئيس. وش من رئيس تقدر تروح درك تجيب انت يا واحد في التلفزه يقول لك انا ملك الملوك؟ تبون بالذات، هل هو ملك الملوك؟ اين هو الرئيس الذي يحاصره الشعب ويقاطعه الخارج ووزراؤه وولاته ورؤساء دوائره وادارته كلها لا يمكنها تنتقل خارج، تخرج من المكاتب وتروح مع الشعب الجزائري؟ بقي غير المخابرات العسكريه. يعني ما هو تصورك للخروج من هذه الازمه في اطار هذا التعنت السلطه وتعنت الثوره السلميه كذلك؟ شوف سي عادل، الذين يريدون الحل بمعنى الحراك لازم له يجيب المفاتيح تاع السلطه الان من عند العسكر. كما قال الأخ اللي كان من قبل، نحن الشعب الجزائري سيفتك السلطة من العسكر، أحب العسكر أم كارهه. هذه قانون إلهي وقانون يسير البشر. ملايين في الشارع أسيدي، أروح أنت خرج الملايين اللي قلبهم الضرب، رجع أنت الجزائريين ديارهم. نفترض جدلا معك عادل، نفترض جدلا منطقيا الشعب الجزائري قرر يدخل الدار وما زيدش يدير مسيرات مظاهرات يوم الثلاثاء والجمعه، روح مشي انت البلاد. شكون اللي يمشيك البلاد؟ انت مرفوض، ادارتك مرفوضه وقراراتك من تدير قرارات ينفذها الشعب. دوله فيها شعب وفيها سلطه وفيها تنظيم وفيها مؤسسات. الشعب الجزائري يرفض الجميع، كل رموز النظام يرفضهم وكل ممارسات النظام يرفضهم، من إدارة وأمن وعسكر وغيرهم. روح بني دولة أنت، حرك أنت عجلة الاقتصاد، قول أنت للدول الأجنبية روحوا راني الآن مشي في الاقتصاد وأسيطر على الشارع وراي عندنا دولة. روح، بماذا ستقنع الناس؟ بماذا؟ ما عندكش. إذن هذه محاولة يائسة. هذا العسكر، هذا الشرذمة تاع الجنرالات تاع 50-60 جنرال سيخضعون أحب أم كرهوا.
يخضعوا الاولانيين راهم يضيعوا في الوقت بتاع الجزائريين ويصعبوا في الامور في الخروج نتاعهم الى الثكنه لن يكون سهل كما يتصورون. هم سيعودون الى ثكناتهم احبوا ام كرهوا، ولكن في اي ظروف وتحت اي وفي وضمن اي شروط واي في مناخ. هذا هو ما هي اذا عدنا دائما الى طرح سيد جلالي صفيان قضيه اعانه النظام لتسليم السلطه للشعب، كيف يمكن اعانته؟ طبعا هذه العباره جاء بها يعني سفيان جلالي لما اقترحها مره لما كان بوتفليقه عاجز تماما يعني. صحيح. وقال له خلاص نحن طبقه سياسيه نروح نكون واسطة وندخل في مرحلة انتقالية ونتجبد روحك ونعيد. لكن شي لي الذي قلت أنا سفيان جلالي متفائل كثيرا ويلعب في دوره كسياسي يحاول أن يجد له موقعا وله دورا، وهذا كسياسي معروف. ولكن اسم الإنسان يكون واقعي. أنت تتكلم أنت في رئاسة الجمهورية تتكلم مع تبون ويقول لك سنطلق سراحهم والقضاء سيفعل، ومن بعد تصدر احكام قضائيه بالاعتقال والا يطلق سراح الناس. هو بالذات قال باللي فرساوي نتاع حركه راج سيطلق سراحه. ماذا حدث؟ حدث العكس. رفض تم تثبيت رهن حبس فرساوي كمثال. اذا لما يكون الواجهه المدنيه تقول شيء والواقع شيء اخر، ماذا نعرف؟ ندرك بأن هذه الوجهة لا تملك من الأمر شيئا. مثل ما حدث مع بن صالح عندما قال مع كريم في لجنة كريم يونس في بيان وليس في كلام قالوا، هذا كلام قالوا سفيان جلالي الآخر، بيان صادر من رئاسة الجمهورية عن الرئيس المعين يعني الرئيس بالنيابة هو بن صالح. نعم. سنطلق سراح المعتقلين، سنخفف نرفع القيود على الاعلام ونخفف الاجراءات الامنيه قدر الامكان. وش جاء؟ ماذا حدث؟ جاء الامر من الثكنه يعني يرفض كل هذه الاجراءات يعني. لماذا؟ لان الذي بيده سلطه القرار ليس من اعطى البيان وصرح به، وانما هم العسكر. نحن امام نفس السيناريو. لذا كنا نقول من الاول بان تبون لا يملك من امره شيئا، تبون يستشير العسكر في لون البدلة اللي يلبسها صباح 8 يهز التليفون يقول واش لبسك احلى ولا زرقاء، يعني في 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 لا يملك من امره شيء. لماذا؟ سامحني يا سي عادل، لماذا؟ لان يعني التبون ما عندوش شرعيه وما عندوش قاعده شعبيه وما عندوش حزب ومرفوض من الشارع ومقاطع من الداخل. من اين تاتي القوه لتبون ليفرض على العسكر شيئا أو ليتقاسم السلطة مع العسكر؟ منين جاتك أنت تقاسم السلطة؟ ما عطاها لكش الشعب، والشعب يرفضك، وأنت ما عندك لا حزب ولا شرعية ولا أي شيء. منين تجيك أنت؟ لما حطوك في المرادية فقط ظني طلعك صاحب اللي رئيس. يا مسلمين مسكين وما يجيبوا في الرؤساء وما يمشوا فيهم. يعني أنت تحوس تولي استثناء عن القاعدة. انت ما كنت انت زروان، ما كنت انت يا اسمه علي كافي، ما كنت ابو ضيان يعني. يعني في عجاله الان ربما نفس السؤال الذي طرحته على استاذ رزقي، قل لي كيف تتصور مستقبل هذه الثوره السلميه؟ استاذ حسين. نعم. كيف سؤال موجه لك يعني كيف تتصور مستقبل هذه الثوره؟ شوف يا سي عادل، احنا مؤمنين يقينا من قبل 22 فبراير بان اراده الشعوب لا تقهر. شوف لما كنا نديروا مظاهرات في باريس امام السفاره، كنا لما نجيبوا 10 15 نفرحوا نقولوا والله او العدد اليوم احسن من المره الماضيه. الان الملايين من الشعب الجزائري، وبعد تقريب قريب عام نحن نقترب من سنه، كيف يمكنني أن أشكك في عظمة هذا الشعب؟ إذا كان ب 15 كان عندي أمل، فما بالك بالملايين؟ ملايين تخرج كل سلمية، ملايين أسقطت كل مناورات النظام كلها أسقطتها. أنا مؤمن بأن هؤلاء العسكر سيخضعون أحب أم كرهوا، هذا اعتقاد. نطلب من ربي فقط أنني
نكون حي وأرى بأم عيني. يعني يعني ممكن أن المدة طول يعني تقصد يعني. شوف ولا أحد يتصور شوف، ولكن نحن شوف إذا أردنا أن نسرع في سقوط هؤلاء وتسليم هؤلاء السلطة فما علينا إلا بالذهاب درجة أعلى في التصعيد لنرى شكلا آخر من التصعيد. عصيان مدني نخرج في غير الثلاثاء والجمعة، إذا أردنا أن نسرع في هذا علينا التصعيد، ما كان شيء آخر. تصعيد سلمي فعليهم أن يخضعوا. لماذا؟ لأنهم لا يمكنهم أن يستمروا. هؤلاء مين يستمر في الحكم؟ مين يحكم؟ يحكم في تبون، أحكم في تبون و 39 وزير قاعدين في المكاتب تاعهم، أحكم في 39 وزير. أنت لازمك شعب باش تحكم فيه، ولازمك بلاد، ولازمك تبسط السلطة تاعك في أنت الشارع ليس لك، الشارع للشعب الجزائري. المستقبل للشعب الجزائري. الحدث يصنعه الشعب الجزائري. الشعب الجزائري حاصرك في جميع الأماكن، في الإدارة، في يوم الثلاثاء، يوم الجمعة، في الأسبوع بالنقاشات نتاعو، في المشاركة نتاعو. هيا وين راهي السلطة نتاعك نتاع هذا الجيش؟ السلطة نتاعك راهي جاية في السكنات وجاية على تفضل يا سيدي. كيف يمكنك أن تفرغ الشارع؟ لأنك باش تبسط السلطة نتاعك لازم تفرغ الشارع. هيا فرغ الشارع نتاعك، خرج الملايين هذو وديهم لديارهم. اديهم لديارهم، بالقوة ما تقدرش. بالإقناع ما عندك حتى إقناع، واش بقى لك حل؟ بقالك الحل انك تروح تخضع عليهم تقول لهم ايه احنا رانا انتم هما صاحب السلطه الشعب هو السيد، شوفوا حنايا نروحوا نديوا الخدمه نتاعنا. جميل. نروحوا للسكنه نديوا الدور نتاعنا. نشكرك جزيل الشكر استاذ حسين جيد المحلل السياسي والخبير في الانتربولوجيا، نشكرك على تلبيه هذه الدعوه. الخطوط مفتوحه لكم مشاهدينا الافاضل ان كنتم تريدون التعبير بكل صراحه على ما دار من نقاش مع ضيوفي الأكارم بعد هذا الفيديو الذي جاءنا من عنابة. الجمعة 8 و4 وعلي بالحاج خان يصلي، 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 وعلي بالحاج إذا هذا كان جزء من المسيرة الحاشدة التي كانت في الجمعة 48 من ولاية عنابة، وسنوافيكم بفيديوهات أخرى من ولايات أخرى. ينضم إلينا من عين تيموشنت سيميلود، مرحبا بك. السلام عليكم عادل. الله يبارك فيك سيميلود. يا أخويا عادل بغيت نحكي لك على هذه الأحزاب، هذه 11 شهر ما سمعناش الصوت نتاعهم، واليوم أراهم يهضروا إلى ظهر الحراك باش يطلعوا، خاصة الأحزاب اللي يعني اللي يحسبوا روحهم إسلامية، أحزاب إسلامية. أيوا. وكاين حزب قال حنا رانا مع الخميسة وراها في الفيديو. فهو حزب النهضة. خلونا يبعدونا. تقربوناش يا سيدي خلونا وحدنا هاد يعني سي ميلود راك تشوف ان الشعب الجزائري موجود في الشارع يعني راهو بعيد بسنوات ضوئيه على هذه التكتلات الحزبيه يعني. نعم ما يقربوناش يا خويا، احنا كنا وحدنا، النهار اللي قلنا لهم نخرجوا معنا للشارع حزب وهو تاع حمص قال احنا ما نديروش الفوضى في الشارع يبعدونا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. معليش معليش سي ميلود، الله يحفظك بارك الله فيك، نشكرك. نروحوا لتيسم سيلت معنا سي احمد، مرحبا بك. هلا الشيخ لاباس. الله يبارك فيك. شكرا لك. راك على المباشر سي احمد، واش عندك تقولنا؟ اودي احنا كون يديروا لنا شهريه للبطال برك وراهي ليهم الجزائر وكلش راه ليهم. ايوا شهريه للبطال. شهريتك فيك. شهريتك فيني انا وانا هنا في راسي، شهريه قال البطالين كافه البطالين.
والجزائر إليهم الأخ. أيوة أخ، إن شاء الله يسمعوك كمان. الله يبارك فيك سي أحمد من تيسمسيل، روحوا البير خادم معنا عبد القادر، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا حبيت برك نجاوب على واحد مقبل تدخل. أيوة. وقال الأحزاب حب راهي تحب تتكلم قدامنا وجبد محسن بن عباس ولا رشيدي. أنا مانيش مناظر على رشيدي ولا قال لك محسن بن عباس يمثل القضيه. قولوا الكلام هذا خليه عندك، هذا كلام قديم وحكاوه بزاف قبل منك على غير ريح طرونكي. أيوة. ما يمثل لا باين لا والو، باين راهم رانا نشوفوا فيهم يمثلوا واحد وحدهم. لكن يعني هل تشوف انت يعني فرق بين حزب محسن بن العباس وحزب سعيد سعدي يعني؟ معليش ماهوش يسمع في يا سي عبد القادر، الله يبارك فيك. خلينا نسمعوا فضيل من بسكرة، مرحبا بك فضيل. الو السلام عليكم اخي عادل. وعليكم السلام ورحمه الله. لك ولطاقم القناة الموقرة الأوراس تي في ولكل الجزائريين بدون استثناء أخي عادل. الله يبارك فيك. يعني بالنسبة للتدخل تاعي أخي عادل، يعني وجهة نظري الخاصة وأنتقد نظرية جيدل لا وجود لها من الصحة، بحيث أنه مجمل يعني الكلمات اللي تدخل بها أنه استنتج من التدخل تاع الاخوه ضيوفك الاخرين اللي فاتوا. أيوة. كما نشط والمدون رزقي القلي، يعني هو اعطاك لمحه على الوضعيه تاع الشباب تاعنا كيف يتعامل مع الشان السياسي. هو في المقترح تاعو قال لك يعني ضد 1 2 3 كونتر الشيتين. نعطيك مثال، هو ينتهز الفرصة أنه يمشي مع التيار الانتهازي والشياتي، يعني بالمعنى نتاعه أنه اللي مع الوطن نتاعه في خدمة الوطن وتسهيل أمور الشباب كيف يحتك بالسياسة يعتبره شيات. هذا منظور. وانت مع أي تيار ماشي سي فضيل؟ أنا عندي الوسطية والاعتدال أخي عادل. أيوة وش فهمنا في الوسطية والاعتدال يعني؟ هذا يعني منطلق، مانيش مدون ولا صحفي ولا سياسي خاص. أيوة. ولكن في إطار تنظيم الدولة الجديدة. سي فضيل، أنت قلت لي أن خرجت عدة جمعات في بسكرة واليوم كانت يعني مسيرة حاشدة في بسكرة، هل كنت معهم يعني أنت؟ لا اخي عادل، يعني الظرف نتاعي ما يسمحليش. جميل، لكن انت في بدايه الحراك يعني كنت تخرج في مسيرات، يعني وش هي الشعارات اللي كنت تحملها يعني في البدايه؟ التغيير الشامل الذهنيه والاقتصاد، ان يكون بصدق ومصداقيه، هذه الامور اللي مقتنع بها. يعني هل تحقق ذلك يعني؟ بإذن الله بالتدريج، وحنا رانا في تطور في الشأن السياسي والاقتصادي ونتبعه بكل خطوة، لأن الأستاذ اللي فات يعني ربما هو مختص في جمعية الفساد ما جبدناش ولو ملف تاع الانتهازيين. حنا عندنا الملفات هذه ونعرفوهم، عندهم منبوذين بالتدخلات نتاعنا والكلفية والسيفة كيف نوصلها إذا كانت سياسية ولا اقتصادية. الله يبارك فيك سي فضيل من بسكرة، نشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا. خلينا نسمعوا بن عيسى من تيسم سيلت، مرحبا بك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أخ عادل، حياك الله وحيا قناة الأوراس. الله يبارك فيك. الله يسلمك الأخ عادل. يعني للأسف وش نقول لك الأخ عادل، اليوم كنا في كارثة في تيسمسيل. ألو ألو، نسمع فيك بن عيسى. نقول لك الأخ عادل، أنا يا لا أسفي للأمن الوطني تاع تيسمسيل، مش قاع كاين بعض الأشخاص اليوم بدينا المسيرة كشغل قمع تاع عيني عينك نتاع بلي ما كاش المسيرة الأخ عادل في تيسمسيل. يعني علاش في نظرك علاش يعني هل تلقوا يعني أوامر بقمع المتظاهرين في هذه الجمعة؟ يعني الكل يتحدث أن زاد القمع في هذه الجمعة 48.
بالاخص بالاخص في فلسطينك يا الاخ عادل. حنايا عندنا ست جمعات كيشغلوا هذه الجمعه الرابعه خرجنا مشينا نورمال بدا الشعب يتلين، من بعد جو كما قال لك قاطعونا الطريق بالسيارات تاعهم، جو الحوت كما قال لك في الخلف وحوت القدام تاعنا باش ما نكملوش المسيره تاعنا. كما قال لك اللي يقدر سكيفا مثلا مشي نقولوا خاف من المشاكل مع التدخل الامن طاعة الحال، يعني الناس الناس حابه تحافظ على السلميه تاع المسيرات يعني. ولا انا انا الوحيد كنت في الواجهه كي جات قدم لي جيت قلت له السلميه السلميه. أيوة. المهم قال لي طلعت معاه كاينين جماعه الزملاء اللي كانوا معايا كيشغل طلعوهم بالعنف والتطياح، ورانا معولين ان شاء الله باذن الله، رانا اتفقنا احنا الجماعه رانا ما طلقوناش حتى مورا صلاه المغرب، من الزوج من الزوج مورا صلاه الجمعه حتى السادسه مساء. الحمد لله اللي طلقوا سراحك سي بن عيسى، ونتمنى يطلق سراح كل المعتقلين معتقلين الحراك. الله يبارك فيك سي بن عيسى. نسمعوا حميمي من بني ورثيلان او بن سطيف. حميمي مرحبا بك. نعم تفضل نسمع فيك. مرحبا بك انت سي عادل. الله يبارك فيك. بهذه الشلال وجعل الكتب ايوه ام بعد الرساله تاعي الدنيا لا عنده النية حقيقية باش يخدم. أولا يمد لنا عربون، واش هو العربون؟ يخرج سجناء الراي معتقلين هادو يحبس الاعتقالات تاعهم، يرفع الغطاء عن الجزائر الجزائريين والصحافة الصحافة الوطنية بالمال تاع الشعب الجزائري. لكن هو وعد قال سوف نقوم بكل يعني هذه الإجراءات يعني. يا سي عادل. أيوة. تأخذ إلى بومادة سمير بالعربي. كريم طابو كريم طابو هما مع تبون وشنقريح. الله يبارك فيك سي حميمي، نشكرك جزيل الشكر. نروحوا البويره معنا مختار. مرحبا بك مختار. سلام ورحمه الله. صحيت خويا عاد بوشك ولاباس؟ الحمد لله. نحيي كل عمال ماريا او اس تي في ايوه وجميع المتصلين، ونشكر بزاف الاخ حسين جيدل، وانا راجي نشوف الحراك هذا فيه شغل تراجع كبير او الى الاخيره. ايوه إيه صافي عندنا دوك مشكل في تعطي بجبل ربي شويه. ما فيش تأطير. ماشي ما فيش تأطير، ما كاش تأطير. الشغل تراجع بزاف مع الاول، كانوا في البدايه كانوا المحامين، كانوا الادارات، كان عمال التربيه، كان بزاف صوالح اللي في البدايه. في الاخير هذه شغل نقص شويه الزخم تاعو. يعني حتى القضاة كانوا موجودين في الحراك هذا. في البدايه ايوه ايه مي هو الصح كاع كيما يقول الاداره المحامين، سوء المحامين اكثرهم المحامين. هو يقول لك البركه في الطلبه يعني. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك سي مختار، نشكرك جزيل الشكر. مسعود من الجزائر، مرحبا بك مسعود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وصحكم لاباس. الله يبارك فيك مسعود. الحمد لله. الصوت برك ماهوش الصوت راه تعبان، صح عندك الحق يعني، الصوت راه تعبان. والله عندي خاطر بالله على كل حال من الحراك تاع اليوم. ايوه.
ومليونيه رايت اليوم مع الشباب تاعنا والسلميه متواصله ان شاء الله. مختار من البويره راه يقول راه يقل يعني. ها هو راه يزيد وغلط هذا مختار هذا. ايوا. حنا راهم قد ما زينوا علينا الشرطه والامن وال والشيء اللي داروا فيه ولعبوا لنا على المباراه اللي تومي ما راناش حابسين باذن الله ونكملوا في السلميه حتى لو ندير الاستقلال. وعندي ان ميساج برك الناس اللي تقول لك الحراك خلاص واش راكم تطالبوا واش راكم هذو الناس ما عايشين في عالم واحد اخر غير العالم اللي انا عايشين فيه برك. سمعني الاخ العام. الله يبارك فيك مسعود نشكرك جزيل الشكر. خلينا نتابعوا هذا الفيديو وبعد نروحوا عند نور الدين من الجزائر على خدمه سكايب. يا الشعب الجزائري ما تنساش الحراك الوطني لاباس عليه يفوق صافي سي ليبرال خويا لي دلافون استقلال بور بيانتو ان شاء الله ان شاء الله استقلال سي بور بيانتو ما تمشيش يا الشعب الجزائري خويا لي دلافون استقلال لولادكم لولاد ولادكم سفيان سيلا اللي هضرت معاه يما ريكونفورتي يما ريشوفي لو كور Mais cette fois-ci, je suis très déçu. Il a changé de veste. Il veut négocier. On ne veut pas négocier. Tout est clair, tout est net. Maïn Koulis. Matalib al-Hirak Maïnin. La liberté. Un état de droit. Le droit de circuler. Libérer l'Algérie. نور الدين من الجزائر، واش رايك في تصريحات هذا الشيخ الضرير الذي يخرج كل جمعة وكل ثلاثاء في الجزائر؟ السلام عليكم، كيف حالكم؟ لاباس؟ الله يبارك فيك سي نور الدين. كما راك تشوف جزائريون بكل فئاتهم العمرية، كبير صغير، كلهم يرفضوا الحوار ويرفضوا تمثيل الحراك المزيف وكلهم يرون التمثيل الحقيقي للحوار وتفاوض مع النظام لتسليم السلطه، اي ممثلون حقيقيون للحراك هم الذين يمثلون الحراك ويتفاوضون كليا مع السلطه لرحيل السلطه وتسليم السلطه للشعب. اسمعني عادل اخ عادل. انا اسمع فيك سي نور الدين، سمعتك. في الاسبوع الماضي اخ عادل تكلمت لك، انا تكلمت لك على تمثيل الحراك. اليوم نقول لك وعلى انا كمواطن ارفض الحراك، ارفض كل اشكال الحوار، لان الحوار الذي يجرى الان هو حوار شكلي مزيف مع النظام. والغريب ان جاء الحوار في فتره النظام الذي بدا يحتضر، وكما راينا ان النظام بدا يغري انصار طوره لاشراكه في حكومته او في مختلف مؤسسات الدوله. اذا الحاجه الملحه للحوار انتهت. يا اخي عادل 10 شهور ما حبوش يسمعونا وما حبوا والو، والان ما بقاش هناك جدول الحوار، ما بقى والو، خلاص الحوار خلاص انتهت مرحلته. وعلاه عاودوا خرجوا هنا؟ كيفاش مطلب واحد من الحراك ما حقوا هنا؟ كيفاش ومني بدات الحراك وهما حبوا ما يدخلوا حتى جهد في اخماد وانهاء الثوره، فلم يعد هناك مبرر يا اخي، ما كاش. ولد احنا نرفض الحوار كليا ونقبل فقط بمفاوضات مباشره مع يعني هل يرقى هل ترقى هذه المسيرات الى الذهاب الى مفاوضات يعني؟ نعم بضغطها تكمل. شوف تكمل هكذا على السلميه هذه، تكمل على السلميه تاعي هذه، وبادخال اساليب جديده في التجديد من حيث التصعيد، من حيث تحسين كذلك الحراك من الاختراق، نقدروا نروحوا بعيد. اذا نكملوا هكذا، اذا نكملوا كما قلنا بهذا المص بهذه القوه هذه حتى 22 فبراير ونديروا انطلاقه جديده في 22 فبراير، ويلزمنا شويه مراجعات، لان في الحراك عندنا بعض الاخطاء، نديروا مراجعات، نديروا تجديد في الثوره، ندخلوا اساليب جدد ونديروا طرق جديده لتحسين الحراك والتنظيم الى غادي وتشوف الاثار. وماذا بيا انا كمواطن، ماذا بيا ان شاء الله الحراك هذا يطول، لانه قد ما طول اولا لانه ضربه ربانيه واحد ما راح يوقفها ان شاء الله، لانه كرامه من الله عز وجل لنا. وثاني راني نشوف كم راه يطول او ربي راه يفضح فيه،
جعلها بالك نكملوا عام ونص بالك عامين مي جعلها ربي خير اخ عادل. يعني الغربال راهو خدام يعني. الله يبارك فيك سي نور الدين من الجزائر كان على خدمة سكايب. خلونا ناخذ فاصل قصير مشاهدينا الافاضل ثم نعود ونتلقى مكالماتكم بكل صراحة.